اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ شرف منور حبيبي، ربنا يخليك. حضرتك ايه؟ الحمد لله. اسمك النهارده اليومين اللي فاتوا دول ايوه مش كده؟ كتير في كتير الناس ايوه عماله تقول لي انت اشمعنى كابتن حشيش؟ حشيش اللي مستضيفه والله مشكله دي، انا خايف معانا كل اسبوع. طبعا صح؟ ايوه صح، تبقى معانا على طول. دلوقتي اول امبارح الصبح حد سالك السؤال ده؟ لا. طيب خلينا نروح لمباريات الدوري العام النهارده. الحقيقه اتفرجت على مباراه فيوتشر وبيراميدز، ما بينها شويه كده، مباراه تانية كده تخطيف يعني، عشان طبعا اجي يعني. ايضا المباراه الاولى النهارده كانت الصبح، او المباراتين اللي كانوا الصبح كانوا الداخليه والبنك الاهلي وتعادل. الحقيقه مباراه حلوه قوي، 3-3 وسموحه بيفوز 2-1 على طلائع الجيش، ومباريات رائعه برضو النهارده طول النهار. النهارده مباريات حلوه، بيبقى في اسابيع كده مميزه ومباريات قويه بين فرق سواء فوق او تحت بتبقى صعبه. والنهارده الحقيقه يعني اليوم مليء بالمباريات. طبعا ختمت بفيوتشر طبعا وبيراميدز، وطبعا الزمالك والاتحاد. مباراه قويه. انا شايف النهارده يعني الحقيقه يوم جميل، لان كل بالتحديد المباريات الصبح بتاعه يعني. لا مباريات بالليل كمان يعني كلها ماشيه لصالح النادي الاهلي. نعم، لان طبعا الاربعه دول بالتحديد بينافسوا على المربع الذهبي، وخسروا طبعا كلهم نقاط سواء فيوتشر او بيراميدز اللي هم اقرب حاجه للنادي الاهلي، مع طبعا الزمالك خسروا 2 بونت. نعم، فده بيدي حافز كمان للنادي الاهلي بكره في المباراه الصعبه جدا. ايوه هنتكلم عن المباراه طبعا. انما النهارده يعني مباراه حلوه يعني، اتفرجنا عليها مباراه حلوه وشيقه وكده. صحيح في بعض المباريات ما فيهاش اهداف، بس مباراه كويسه، في حاجه بتتعمل من الفرق يعني. بالمباريات اللي كانت موجوده كان الداخليه والبنك الاهلي واحده من الحقيقه. انا الداخليه عاجبني جدا يا كابتن، عاملين مباريات رائعه الحقيقه. الزمالك تعادل مع الداخليه في الدقيقه 94 ولا 95. أيوه. النهارده البنك الاهلي بيتعادل برضو في الدقائق الاخيره من عمر المباراه بهدف من ركله جزاء، وبتتصد وبعدين ترجع تتعاد تاني. صحيح. الداخليه مع كابتن رضا شحاته عاملين شغل كويس، عاملين شغل كويس قوي، والحقيقه هم من اقل الفرق اللي عملت تدعيمات حقيقي يعني، ودي برضو حاجه يعني. عينيه كويسه كابتن رضا شحاته، عينيه كويسه ممتاز، وبيعرف. واهم حاجه في المدير الفني انه بيعرف يلعب بامكانيات فرقته. صحيح، ما بيبالغش في الدفاع، ما بيبالغش في الهجوم. بيلعب كل مباراه على حسب الخصم وعلى حسب الاهم امكانيات فرقته. بنك الاهلي وتعادل مع الداخليه وتوجيه الشكر للكابتن حلمي طولان، حاجه غريبه الحقيقه دي بقى. احنا يعني انا مستغربها جدا. يمكن انا في المره اللي فاتت اتكلمنا على موضوع تغيير المدربين في الدوري، الظاهره اللي بقت يعني مش حلوه ابدا ابدا حقيقي للدوري، وخصوصا انها كمان مع مديرين فنيين كبار لهم تاريخ في الدوري العام زي كابتن حلمي طولان. قبل كده امبي كان بيدرب امبي وبرده مش ملحقش برده. وبعدين اللي انا مستغربه بقى المره دي، هو ملحقش يمسك البنك الاهلي 3 4 5 ماتشات يعني. ازاي انت طالب من المدير الفني يعمل نتائج ويعمل اداء في ظل وقت قليل قوي، لسه ما حطش بصماته على الفرقه، لسه ما عرفش الفرقه كويس قوي. صحيح. لسه ما قدروش يفهموا هو عايز ايه. فانت تمشي بالطريقه دي يا جماعه، دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للاسماء الكبيره اللي يعني طبعا مفيش حاجه تقلل من الكابتن حلمي، لا طبعا راجل مدير فني كبير طبعًا. بس انا بتكلم على اسلوب الادارات بصراحه يعني. احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع اختيار المدرب من البدايه. انت بتختار مدرب حد بيقول لك عليه، او انت بتشوفه في الحته الفلانيه انت عايز تجيبه وخلاص. طب انت عايز ايه من المدرب؟ ولازم تديله الوقت بتاعه يعني. انت هتجيب احسن من كابتن حلمي مين؟ برضه ما هو اللي هيجيبه اللي سمعتك انه هيجيب بابا فاسيليو. ما هو برضه نتائج، ما انت شايف المحله كانت برضه ماشيه كويس واتكعبلت شويه، وبعدين انت بتجيبه. لا، كابتن حلمي طولان واحد من اكبر وافضل واحسن المدربين في مصر خلال ال 20 سنه الاخيره. اديله فرصه اسلام، انت بتتكلم على الاسبوع 13. انت فاهم ازاي؟ الحقيقه كان قرار غريب يعني. انا لما سمعت، انا بقالي يومين ثلاثه اكيد كلنا بنسمع يعني، اليومين ثلاثه الوسط الرياضي قد كده فبنسمع كل بالزبط. حاجه، ف
اليومين ثلاثة اللي فاتوا يا كابتن كان الكلام عن ان كده كده كابتن حلمي كان البنك الاهلي هيوجه له الشكر ويجي بابا فاسيليو مكانه. ما اعرفش ايه السبب، يعني ايه السبب؟ غريبة مفيش جداً حاجة يعني منطقية تتقال. يعني مفيش حاجة منطقية تتقال، الراجل برضو ماشي ممكن النتائج، بس لسه ما عملش حاجة، مسك كام ماتش؟ النتائج ايه؟ ما لسه ما لحقش يعني. ما انا بقول لك. طب انت جه في ايه ومشي في ايه؟ وايه اللي حصل عشان تغير الجهاز تاني واللعيبة؟ وبعدين احنا كنا بنقول من اسباب يعني وصول الاسماعيلي للمستوى ده هو تغيير الاجهزه. صحيح. لان تغيير الاجهزه ده يساوي عدم استقرار. مظبوط. اللعيب بيبقى مش يعني مش قادر يكمل مع مدرب، مش قادر يفهم، على بال ما بيفهم المدرب عايز ايه بتروح مغيره. ممكن عشان يعني نتيجه ماتش ممكن يكون كويس قوي ويتغلب. بعدين البنك الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا وجايب صفقات كويسه جدا. جايب تدعيمات. لما يبقى معاك اسم زي كابتن خالد جلال برضو كان عامل معاه شغل رائع جدا. طبعا طبعا. بس قول كابتن خالد مثلا بقاله سنه ولا سنه ونص سنتين فيعني ها فتعدي تعدي، لكن كابتن حلمي اللي ما بقى كابتن حلمي طولان هذا الاسم الكبير بصراحه يعني لا يعني لا يعني غريبه جدا. انا بعتبره من احسن اربع مدربين في الدوري المصري طبعا على مدار السنين اللي فاتوا. وشفنا له، الناس كلها بتتعلم منه، شفنا له نجاحات كبيره جدا جدا. فبصراحه يعني انا اتضايقت جدا جدا من الخبر ده لما سمعته، وقلت لا يعني ما لو الامور هتفضل بهذه الحاله مع الفرق، مش البنك الاهلي بس او مع بقيه الفرق، لان احنا انديه تانية مغيره برضو مدربين كتير ومدربين فنيين كتير. طب هو ده ينفع يا جماعه؟ هو احنا بنتعامل بالقطعه مع المدربين الكبار؟ ما ينفعش. كل مدرب فني زي الكابتن حلمي راجل محترم ومدرب كبير جدا له وضعه وله. طيب. بما اننا بنتكلم عن مباريات الدوري العام، الحقيقه يعني كنا لسه بنتكلم عن الداخليه وعن مديرها الفني كابتن رضا شحاته، ان هو عينيه كويسه وبيعرف يختار. حضرتك بتقول لي يعني ان هو من اقل الفرق امكانيات ولكن صحيح. عامل فرقه كويسه جدا الحقيقه ونتائج، يعني هو لو شلنا العشر دقائق الاخيره الداخليه يبقى كسبان تقريبا يعني اربع خمس ماتشات زياده عن المباريات اللي كسبها. كابتن رضا يعني النهارده تعادل، الحقيقه انا اتفرجت على الماتش كله، تعادل انا بعتبره خساره نقطتين يا كابتن رضا. الاول اهلا بيك طبعا وبنرحب بيك انا والكابتن محمد. حبيبي يا كابتن اسلام، وحشني جدا. وكابتن محمد منور حبيبي، ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك يا رب. يا ريت يلغوا من بعد الدقيقه 90 دي. بعد الدقيقه 90 دي انت ماتشين اهو، انا يعني الزمالك والبنك الاهلي، الماتشين دول لو يلغوا ال 10 دقايق الاخيره هتبقى كسبان الماتشين. والمشكله ده فيوتشر كمان المطرود مني وفيوتشر صحيح دخل فيها جول في الدقيقه 85 صح، ماتش فاركو نجيب جول في الدقيقه 92 لينا احنا بقى المره دي يتلغي. انت فاهم الموضوع مش ازاي؟ ايوه لا وبعدين ايه ركله جزاء النهارده، بس فعلا هو حارس المرمى خد خطوه قدام صحيح بصراحه، يعني خد خطوه قدام. الجزاء نفسها ما فيهاش حاجه، هما الاثنين خبطوا في راسهم في بعض يعني نقدر نتكلم في قدريه بقى. يعني انا هو رضا من الناس الهاديه قوي يا كابتن، لقيته النهارده اول مره اشوفه بعد الماتش راح للحكم بصراحه. انا لسه مراقب له ماتش وهو عارف، بس طبعا كان بيتكلم معاه عادي يعني. راقبت له ماتش مع سيراميكا، والحقيقه يعني من الناس المحترمه اللي ما بيتكلمش مع الحكام، بالعكس لو اي حد من الجهاز عنده قام يتكلم بيقعده على طول، مش بيخليش حد يتكلم فقط. فيعني بص حضرتك انتوا لعيبه كوره طبعا، الفكره كلها يا كابتن بيبقى فيه توقيتات الحكام يعني بيبقى فيه فاولات، الفاول هو كابتن اسلام هو هو الفاول مثلا او هي الاحتكاك هو صح. فالقانون واحد. لا هو مش واحد يعني، في كوره تلاقي حكم بيرد. انت تقصد حتى لو في ظلم يبقى مساواه في الظلم؟ بس الله ينور، انا مش عايز اكتر من كده. انا كل هدفي في القصه او اللي عصبني بقى ان انا احنا الفتره اللي فاتت ظلمنا كتير جدا جدا، الموضوع صعب قوي على فرقه بتكافح زي ما انت بتقول، فرقه بتكافح وبتحاول تعمل احسن نتائج وبتحاول. فانت النهارده انا فيما لا يقل عن 8 بونت او 9 بونت النهارده انا خسران تقديرات تحكيم يعني. انا ما عنديش مشكله والله الحكم يعمل اللي هو عايزه، ولكن يبقى المسطره واحده، انا ما عنديش مشكله. انما يجي حكم يقول لي الكوره دي احتكاك طبيعي، يجي هي ليا يقول لك لا ده مش طبيعي دي ضربه جزاء. الله. طب انا اصدق مين؟ هي دي المشكله. اللي انما انا بالنسبه لي انا برجع على فكره، انا بعد ما اتخذت حتى والله بعد الماتش انا ما كلمتش لعيبه خالص. لا لا انت حتى كنت بتتكلم مع الحكم بشكل محترم يعني، انت بتساله تقريبا انا انا بتكلم معاه، انا بقول له انا ما عنديش مشكله تحسب اللي انت شايفه، ولكن انا كل اللي يهمني ان المسطره تبقى واحده، ما عنديش ازمه
في اي حاجه، عشان انت عايز تطور المنظومه وعايز تطور. انا في ماتش حتى ماتش الزمالك الاخير الكره اصلا مش كورني اساسا. مظبوط مظبوط. يعني حتى اقول لك حاجه يا كابتن اسلام، تقديريا نظريا عينيك انت كحكم واقف لا يمكن لا العب بالبوكس يجي ورايا يعني. لا يا كابتن رضا، هو المساواه في الظلم عدل، او المساواه في الكور في نفس الحالات عدل يعني. لان انت لو حسيت ان بتحسب عليك في كوره حاجه معينه وهي بتتحسب في نفس الكوره على الفريق الثاني مش هتتكلم. والله ما هفتح بق. برافو عليك يا كابتن. يعني عليك. يعني هي دي المشكله. بس الاهم بقى حكايه اجوان اخر لحظه دي. انا عايزك تجيب لي كوره واحده، هي كوره واحده هقولها لك وبص عليها. مصطفى فوزي في ماتش فاركو الكور الثاني في 93، نفسي اعرف الوحيد اللي حسبها الحكم. يعني انا برضو بيني وبينك انا ركله الجزاء انا عمال افتكرها دلوقتي، لان انا كنت قاعد بتفرج على الماتش عجبني فاتفرجت عليه كله. فضربه الجزاء ممكن برضو ما تتحسبش، او يعني نسبه فيها كبيره فيها ما فيها تتحسبش. لكن هو الحارس المرمى مثلا في البتاع لا تتعادل. ماشي. شفت انت بتقول ايه؟ بتقول دي لا يعني فاش، انما الكوره كذا. اتفضل يا كابتن رضا. اتفضل يا كابتن رضا. انا هسالك سؤال تاني. اتفضل. لو هيعيدها لكل الناس انا طبعا. لا لا ما هو طبعا. انا هسالك سؤال تاني. في الماتشات كلها في الفرق كلها الحاجات دي بتتعد؟ لا ما بتتعدش. في ناس بتدخل ال 18 وما بتتعدش، وفي ناس بتبقى طالعه خطوه وما بتتعدش اسام. ثلاث ارباعها ما بتتعدش. بس خلي بالك يا رضا، بص يا رضا، في ماتش الاهلي وسموحه افتكر كده وهقول لك. في ماتش الاهلي وسموحه هاني سليمان مسك الكوره 16 ثانيه. طيب انت المفروض لك 6 ثواني. من بعد الماتش ده لغايه دلوقتي اي حارس ما بيمسكش الكرة أكتر من 6 ثواني، طالما بتسلط الضوء على خطأ حصل خلاص، هو حصل عندك أنت في فرقتك. لكن أنا أعتقد إن بعد كده هتلاقي كل الناس واخدة بالها من ركلات الجزاء بعد كده، يعني كل الحراس. أيوه أنا يا كابتن إسلام أنا قصدي إيه؟ لما يبقى عندي خطأ في، هقول لك حاجة تانية. اتفضل. ماتش المحلة. ضربتين جزاء النهاردة بتتعاد تاني في ماتشات تانية ما بتتحسبش أصلا. برضه. هي دي الفكره اللي انا اقصده. انا ما عنديش مشكله في تقرير. انت عايز مسطره واحده. بس كده انا ايه لمست. بص يقول لك ايه، لو شد وشده خفيفه تتحسب. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده في الكوره يا كابتن. صحيح. او مفيش حاجه اسمها في الكوره احتكاك عادي واحتكاك مش عادي. اشمعنى انا عندي كله مش عادي؟ هو ليه ما عنديش انا احتكاك عادي برضه؟ يعني الاوبشن ده مش في التخليه ليه؟ هو الظاهر ان انت لازم تتعود على الموضوع ده بقى. يعني لازم تهدي اعصابك بقى وتتعود على الموضوع ده. لا بص يا كابتن، انت عارفني كابتن حشيش، انت عارفني انا هادي جدا عموما. انا عارف طبعا، وانا دايما بنقل للعيبه الهدوء. ولكن انت وصلت لمرحله ان انا النهارده خسران حوالي 3 4 ماتشات متعادلهم، انا ما اتعادلهمش. طب حضرتك بصراحه 6 بونت النهارده مع العشرة بتوعك، كان زماني فين؟ انت في حته ثانيه، ده انت في منطقه ثانيه خالص. بالظبط كده. فانا بتظلم يعني. دي الموضوع صعب علينا برضو، احنا برضو والحقيقه رضا برضو لعيبه صغيره في طبعًا. لك برضو انا عندي مشكله. برافو عليك. ان انا لعبت صغيره في السن برضو الحاجات دي بتفرق معاهم. انه يكسب ماتشين ثلاثه نفسيا بيعلى معايا، انما دلوقتي كوره غلط، حسبه غلط، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، هاندي بول مش هاندي بول تتحسب، اضيع الوقت، كوره ما تتحسب، كل دي حاجات سلبيه على العين طبعا. بس خليني احيي برضو اداره الداخليه على الجانب الاخر، انه في فتره لم تكن النتائج جيده، وكانت في الاول اول 3 4 5 ماتشات كان من الممكن جدا ان يتم التغيير. ولكن الحقيقه اداره الداخليه عندها بعد نظر، يعني مثلا احنا كنا لسه بنتكلم عن ادارات اخرى بتعمل يعني تغير 3 4 مدربين في اقل من 13 اسبوع يا رضا. ما ده ما ينفعش يعني. انا وجهه نظري انه ده ما ينفعش. طيب بص، احنا انا قعدت مع اداره نادي الداخليه. احنا كان عندنا 8 لعيبه من السنه اللي فاتت قدام، جيت لي 8 لعيبه، فجبنا النادي الاهلي 5 لعيبه صغيرين، وجبنا 7 لعيبه افارقه، وجبنا 2 خبرات اللي هو نجيب وقلم، ولسه جايبين داهش في شهر واحد. الفكره كلها ان انت عملت ميكس، الميكس ده فانت الطبيعي اول 5 6 ماتشات هو ما فيش انسجام طبيعي. او انتوا بداتوا متاخر، كان معايا ابو المجد قال لي ان انتوا بداتوا صح. صح. احنا لا ده انا اللعيبه كمان، انا عندي لعيبه داخله وانا قطعت فتره الاعداد. فطبيعي ان يحصل ايه؟ عندك 5 6. انا قلت لهم كده، انا قعدت مع اللي هو عثمان اتكلمنا ان انا عندي 5 ماتشات، الامور مش هتبقى احسن حاجه. هيبدا من الاسبوع الخامس النتائج واللعيبه هتتحسن بشكل كبير. ده اللي احنا متفقين عليه من اول يوم، وهم بيحترموا ان احنا اتكلمنا في اللي بيحصل يا كابتن ده كله متفقين عليه. متفقين عليه. فهو
الراجل انا كنت واضح معاه وهو واضح معايا، انا امكانياتي كذا، انا حدودي كذا وانا حدودي كذا. حتى في كل التفاوض مع اللعيبه احنا بنعمل حاله ان احنا عايزين نعمل موسم كويس. انا مش عايز العب كوره تقليديه او ان انا النهارده الماتش بيعدي، لا انا عايز الناس تتصل. لا بصراحه عاملين ماتشات اتفرج على كوره، على فكره الكوره متعه اصلا. صحيح. قبل المنافسه هي متعه. صحيح. فانا لازم اخلي الناس تحس ان في حاجه بتحصل في الملعب. لا وعاملين شغل كويس ودي يعني. انا عايز اقول لرضا كمان دي سمه الادارات العسكريه بصراحه، الحته دي مميزين فيها زي الداخليه وطلع الجيش حرس الحدود، يعني بيبصوا لجوانب تانية برغم انها فرق كلها يمكن اقل مثلا، ممكن تلاقي عقود لعيبه مش زي بقيه العقود بتاع اللعيبه التانية. كابتن حشيش الفكره كلها ان لو هو بص المشكله كلها ان الادارات لو انت شايفينك بتتعب ومقدرين مجهودك. صحيح. هو ده اللي انا بقوله بقى بالزبط. ان هو رضا خلي بالك بعد 3 4 ماتشات هو اتعادل ماتش وبعدين اتغلب ماتش واتغلب الثاني والثالث وبعدين رجع بعد كده من بعد الرابع فعلا او الماتش الخامس. انا دايما الجيل بتاعي ده احب اقعد اتفرج عليه. أيوه. واشوف رضا أيوه. بيعمل ايه واشوف عماد النحاس. صحيح. واشوف احمد سامي اشوفهم بيعملوا طبعًا. ايه برضه لانه اتمنى لهم طبعا واتمنى لكل النجاح، لكن ببقى قاعد بتفرج وانا يعني على اعصابي برضه. صحيح. عايز اشوف الداخليه. لا الداخليه عامل ماتشات حلوه جدا. صحيح. عامل يعني قدام الزمالك انت بتلعب نادي كبير. صحيح. عامل ماتش حلو جدا النهارده. لا النهارده يكسب عامل يكسب عادي. عامل مع سيراميكا الماتش اللي راقبته. سيراميكا بقى لو تشوف الكم اللعيب اكتر طبعاً. طبعا فرقه في مصر دعمت السنه دي. صحيح. سيراميكا بيلعبها واكتر من ند وعامل ماتش كويس قوي ومتعادل معاها. فلا ما هو الناس برضو بره حاسه بالموضوع ده وشايفه. أوه. شايفه انه في مجهود. عشان كده انا بحني بأحيي اداره الداخليه يا كابتن حشيش ان هم اتفقوا وظبطوا امورهم. بالزبط. والداخليه اداره الداخليه قالت لكابتن رضا دي امكانياتنا مش هنقدر نعمل عن كده. وكابتن رضا قال لهم طب يبقى هنستنى بعد الاسبوع الخامس او السادس. صحيح. بالفعل الامور اصبحت جيده وهذا ودعم وفي ظهره ومكمل ان شاء الله. أوه. باذن الله يعني. وكابتن رضا اعتقد انت المباراه اللي جايه عندك حرس الحدود على ما اتذكر. ان شاء الله. مباراه صعبه دي برضو خلي بالك لانه حرس الحدود كابتن ايوب عامل شغل كويس جدا مع فريقه. طبعا مباراه صعبه. بص الدوري كله صعب. ما بقاش فيه ماتشات سهله. صحيح. الدوري خلاص. صحيح. ولكن احنا عندنا 5 ماتشات اللي ورا بعض دول مهمين جدا. جدا بنسبه 90% هيخلي شكلك ايه او انت رايح فين. صح صح. عندك مقاولين، عندك حرس حدود، عندنا اسوان، عندنا الفرق اللي هي معانا او في الزون بتاعنا احنا نقدر نروح ونيجي معاها. اوكي. فمهمه جدا الماتشات دي بالنسبه لنا. ومهمه قوي انك تبدا بقى يعني فاضل 4 مباريات على الدور الاولاني، فمهم انك تفنش الدور الاولاني كويس عشان تعرف الدور الثاني بيبقى فيه الضغط عامل ازاي بقى. قصه ثانيه خالص. انا الحقيقه حبيت ان احنا نتكلمك يا رضا عشان نحييك على هذا الاداء الرائع، مش ماتش الزمالك بس ولكن الفترة الأخيرة أو الأربع خمس ست ماتشات الأخيرة على هذا الأداء الرائع. ويعني إن شاء الله ربنا يكرمك وتعمل عينه حلوة جدا رضا كابتن. أوي. عامل فرقة يعني معظم الأسماء اللي موجودة كلها أسماء يا ناشئين يا أسماء يعني أقل نجومية شوية من ناس كتير. صحيح. لكن في النهاية عامل فرقة جيدة جدا. فنتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن رضا. حبيبي. واللي جاي دايما يكون أفضل ليك. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا. شكرا جزيلا كابتن رضا شحاته. زي ما قلت لحضرتك هي المباريات كلها صعبه يا كابتن. و طبعا يعني الداخليه بحرس الحدود يعني الداخليه وحرس الحدود ده انا بقول لك هيبقى ماتش حلو قوي. ايوه صحيح والله. صحيح. يعني النهارده اللي قاعد يتفرج على ماتش الداخليه والبنك الاهلي هيقول لك ماتش مقفول وما فيهوش اجوان. كابتن حلمي هيقفل. أيوه. وكابتن رضا هيبقى كسبان تعادل مع الزمالك وعامل ماتش كويس هيبقى خايف. صحيح. فلا الماتش كان حلو قوي. ايوه قوي. ايوه ايوه. الحقيقه زي ما قال رضا النقطه مهمه اتكلمنا فيها قبل كده، السنه دي مفيش مباراه سهله. كله عنده طموح، كله عايز يجمع نقط طبعا قبل الدور الثاني وقبل ما يخش في المعمعه. فالمباريات صعبه لاول مره تحس ان في فرق كتيره مش عارف المباريات مش عارف مين اللي هيكسب او بتقول لا الماتش ده ممكن فلان يكسب لا ما تعرفش. لغايه اخر لحظه واخر دقيقه الناس بتلعب وبتكافح وبتعمل مجهود كبير. فلا يعني الدوري السنه دي صعب صعب. عموما نتمنى لكل الفرق التوفيق خلال الفتره اللي جايه بعيد عن النادي الاهلي طبعا. وهم بيلعبوا النادي الاهلي. لا الحقيقه كابتن التقرير هو بيقول قال الفرق 4 نقاط. ده كان قبل طبعا مباراه النهارده. لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل لسه كمان في مباراه بكره او قبل مباريات النهارده لغايه لما نشوف النادي الاهلي هيعمل ايه بكره ان شاء الله. طيب مباراه صعبه
مباراة مهمة، الكل ينتظر هذه المباراة، مباراة الأهلي والمصري. أنا بس قبل ما أتكلم في مباراة بكرة عايز أعلق على حاجة سمعتها على الكابتن أيمن الرمادي وأسوان. اتفضل. يعني كلامي بقى موجه لمجلس إدارة أسوان. من النادر قوي إنك تلاقي مدرب عامل نتائج كويسة وعامل أداء كويس وعامل فرقة محترمة جدا وماشي كويس، فأنت لازم تساعده وتحاول تعمل نوع من الدعم كامل للمدرب، لأن ممكن لا قدر الله ومشي تلاقي الفرقة راحت في اتجاه تاني. صحيح. وإذا كان فيه يعني كابتن أيمن بقى بقول له إذا كان فيه يعني حاجة بالنسبة للعيبة، فاللعيبة برضو لازم تضحي شوية لأن هم بيكسبوا وعاملين نتائج كويسة وممكن يوصلوا لمنطقة كويسة، دي هتفرق معهم بعد كده، سواء حد فيهم كمل أو حد فيهم اتاخد منتخب، لان طبعا المنتخب دايما بيبص للانديه اللي فيها مكسب وفيها اداء وفيها حقيقي مستوى كويس حقيقي. وممكن لو حد فيهم عقده خلص ممكن السنه اللي بعدها برضو يجي له حاجه كويسه افضل طبعا. فهو الفتره دي لان هم معظمهم برضو لعيبه لسه صغيره. نعم. ومش معروفين. صح. فيكملوا في الحته دي اذا كان يعني في بعض الحاجات، لان واضح انها امور ماديه يعني. طبعا ما هو اسوان طول يعني عمرها، لكن في النهايه هو المحافظ النهارده اجتمع بمجلس اداره نادي اسوان واجتمع بكابتن ايمن الرمادي ووعد بحل اللي يقدر يعني. طبعا حضرتك عارف بتبقى برضه امور صعبه إمكانيات جدا، لكن في النهايه امكانيات زي ما قلنا اسوان واحد من اهم وافضل واجمد واحسن ناس. طبعا انت عارف اسلام يعني ما فيش فرق من الصعيد بخلاف طبعا المنيا زمان ايامنا احنا كان هو الممثل الوحيد. صحيح. واختفى الصعيد لفتره كبيره، دلوقتي بيرجع متمثل في اسوان بشكل رائع وبشكل رائع. فيعني دي حته غاليه علينا، واحنا كمان بصراحه اتفرجنا على اداء حلو، فرق حلو بتلعب كره حلوه من اللاعبين، فاحنا عايزين فرق زي دي تبقى في الدوري يعني. صحيح. بالاداء كويس وبالمباريات الحلوه اللي بتعملها والجماهيريه. انت لو الجمهور دلوقتي يسمحوا بعدد اكبر من الجمهور استاد هيتملي اسوان ده في كل ماتشات اسوان، وهتلاقيهم راحوا برضه وراه في اي حته حتى لو مش على ارضهم يعني. طبعا. فنتمنى انها تمشي يعني العمليه كويسه ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي ومباراته غدا امام النادي المصري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مباراه مهمه، مباراه صعبه، كيف ترى هذه المباراه؟ مباراه الاهلي والمصري. مباراه صعبه جدا، صحيح المباراه 3 بونت زيها زي اي مباراه بتلعبها، انما المباراه دي واخده طابع تاني. طبعا دربيات من زمان ومباراه كلاسيكيه في حقيقي الدوري العام. نعم. بين فرقتين لهم تاريخ كبير، نادي المصري له تاريخ كبير ودايما مبارياته مع النادي الاهلي سواء هنا في القاهره او في بورسعيد او في اي حته طبعا بيبقى لها طابع صعب وحماسي. زيد على كده بقى وجود حسام ابراهيم طبعا بيبقى طبعا وضع تاني، اولا بيلعبوا قدام النادي الاهلي يهمهم يعملوا نتائج كبيره مع النادي الاهلي، طموحهم عالي جدا دايما مع اي فرقه ايا كان امكانياتها انه يوصلوا بيها لابعد حته، باصين طبعا للمربع الذهبي زي قبل كده ما مسكوا اي فرقه بيمسكوها يعني. نعم. بيجيدوا طبعا تاهيل الفريق وبيدوله طبعا قدر كبير من الحماس ان هو يؤدي بروح قتاليه كبيره جدا جدا، موجود معاهم على الخط على طول حسام في كل كوره وكل لعبة. مباراة صعبة جدا جدا لأن المصري دلوقتي كمان بيضم مجموعة لعيبة كويسة يعني. صح. أستاذ كامل أبو علي برضو يعني عامل تدعيمات وجايب لعيبة كويسة ماشيين الفترة الأخيرة دي كمان كويس، كسبانين الاتحاد المباراة الأخيرة، المكسب طبعا اداهم الثقة واداهم طموح ان هم يعملوا نتائج كويسه، عاملين حسابهم لا قدر الله لو حصل مكسب ولا حاجه ان هم يروحوا لابعد من كده، لان انت عارف الفرق في المنطقه دي بين الفرق الفرق قليل قوي. صحيح. مباراه مكسب بتعديك مركزين ثلاثه فهي مباراه صعبه. في الجانب الثاني النادي الاهلي زي ما اقول لك النهارده المباريات تعادلات بين الفرق اللي هي اللي فوق، خسرانين بناط، مكسبه بكره يبعده ان شاء الله بسبعه بونت عن اقرب المنافسين او المنافس التقليدي، فلازم يبقى في نوع من التركيز واستغلال الفرص، المباراه ما تتسابش للنهايه، لازم من بدري، النادي الاهلي لما بيكسب من بدري ممكن يكسب اكتر من هدف. صحيح.
ويحافظ، انما المباراه تفضل متعلقه للاخر دي صعبه. عايزين نستفيد كمان من اخطاء السنه اللي فاتت، انك بتبقى نازل المباراه وحاسس مثلا انك ممكن تكسب وتلاقي نفسك جه جون فيك في الاخر، سواء تعادل او مكسب. فدي لازم النادي الاهلي يحط في دماغه انه بيقابل منافس عنيد، لازم من بدري الراجل يلعب ضاغط من بدري على الفرقه عشان يحسس كمان الفرقه الثانيه او فرقه المصري انه نازل يكسب، مفيش هزار في الموضوع ده. صح. لان كل دقيقه فيها تعادل او فيها يعني لعب كويس من النادي المصري او استحواذ او كده بتزود الثقه بتاعته، انما انت لو من البدايه ضغطت عليه واحرزت هدف هتفرق معاك كتير جدا جدا، هتلعب باريحيه، هتقدر الفرص اللي بتجيلك وانت كسبان اسلام بيبقى سهل على اللعيب ان يحطها كده، ما بيفكرش اكتر من تفكير او بلغه الكوره عايز يضمنها. لا ده انا بحطها ممكن تيجي، فلازم يبقى في ضغط جامد جدا، يبقى في تركيز كامل من البدايه. مفتاح المباراه دي في اول ربع ساعه اول ثلث ساعه النادي الاهلي لازم من البدايه يقول لك يبقى حريص ويحسس المنافس انه ان شاء الله هيكسب. يعني المباريات دي دايما بتبقى صعبه، هل المصري هيلعب على يقف ويلعب على الهجمات المرتده؟ هل النادي الاهلي اللي هيعمل كده؟ يعني كيف يمكن ان ترى بدايه المباراه حتى؟ انا متخيل من اسلوب حسام حسن ودايما ثقته الكبيره في نفسه وثقته في اللعيبه بتاعته ان هو هيلعب ضاغط، هو اللي هيلعب ضاغط من البدايه. المباراه طبعا المفروض انها بتاعته، المصري اللي هيلعب ضاغط، المصري هيلعب ضاغط من البدايه. أوكي. على اساس برضو يعني ما يديش للنادي الاهلي الاستحواذ، يستفيد ممكن من اي اخطاء من خلال الضغط اللي بتحصل اللي بيحصل، يحسس برضو النادي الاهلي. ما انت بتتكلم بفكر المدرب الثاني ان هو برضو عايز من البدايه يقول النادي الاهلي انا مش لقمه طريه، انا من البدايه هلعب ضاغط عليك، هستفيد زي ما بقول لك من الاخطاء، عنده قدره وعنده لعيبه ممكن تعمل الكلام ده وتعمل الفارق معاه. عنده اللعيب الجلاسي، اللعيب الهايل، لعيب كويس جدا جدا. فهي مباراه صعبه ومباراه مروان حمدي الحقيقه برضو راس حربه بيمر بفتره كويسه ومحطه وراجل مزبوط. وراجل هداف، فانت في كل خط في لعيبه كويسه، يعني مجموعه لعيبه كويسه ومعاهم مدرب كويس. صحيح. فانت لازم تحط اعتبار جامد للموضوع ده زي ما اتفقنا، وده الاهم برضو ان احنا واخدين المرحله اللي هي الصعبه قوي بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ان المرحله دي صعبه، بنلعب ماتش صح، المكسب بيجيب مكسب، عايزين نوصل التارجت بتاعنا خلال الكام مباراه اللي هي قبل كاس عالم للانديه انك تكون كسبان المباريات بتاعتك وفارق عن المنافس ورايح للسباق. وهيساعدك كمان ده خلي بالك في كاس العالم للانديه برضو على الاقل نفسيا في طلب. انا طبعا ده من وجهه نظري الشخصيه ملوش علاقه باي حاجه، لان طبعا المدير الفني هو يعني اللي عارف الفرقه بتاعته وعارف امكانيات اللعيبه. انا نفسي خلال الفتره اللي جايه دي بعيد عن الاصابات وبعيد عن الايقافات او الطرد او لا قدر الله اي حاجه، يبقى في نوع من تثبيت التشكيل شويه. اوكي. لان انت محتاج برضو عشان توصل لكاس عالم من الانديه تبقى عندك هيكل فرقه ثابت في بالك 90% اكثر او 70% الجزء الهجومي بس هو اللي بيبقى فيه تغيير شويه، وده مهم. أوكي. لان هو ده صاحب الاهداف. برغم ان احنا شفنا الفتره الاخيره اللي بيجيب الاهداف هم لعيبه نص الملعب، نعم، انما ما ننكرش ان الدور الرئيسي بتاع الفراوده ومش راس الحربه بس. الاطراف دلوقتي مش شرط راس الحربه اللي طبعًا. بيجي طبعًا. بيجيب اهداف، الاطراف دي مهمه جدا جدا انها تحرز اهداف. فانا عايز اقول لك ان يعني لازم يبقى في نوع من التثبيت الى حد ما عشان يديك برضو نوع من الانسجام اكتر. الانسجام اكتر ده بيسهل الماموريه في حاجات كتير وبيدي شكل اداء احسن. يعني احنا الحمد لله دلوقتي فارقين بناط، عندك دلوقتي انت عايز بقى تكسب وبيبقى اداء عشان يطمن جماهيرك خلال الفترة اللي جاية وخلال إن شاء الله التارجت الأساسي اللي هو كأس عالم أندية. الناحية الهجومية بقى عند النادي المصري أيضا بتمر بفترة جيدة. طبعا. احنا عندنا الحمد لله الفرقة كلها يعني ماشية بخطوات جيدة جدا جدا. عندك ثلاث صفقات. قبل ما أسألك عن الناحية الهجومية، هل من الممكن أن نرى حد من الثلاث صفقات بكرة؟
يعني انا بستبعدها شويه، لان طبعا لسه ما بقالهمش حاجه، ده بنتكلم احنا على اسبوع مثلا او اربع خمس ايام التعاقدات، فما ينفعش ناس جايه من بره خالص حتى وان كان مستواها كويس انها تبدا المباراه. ممكن يحط بعض الناس في على دكه الاحتياط تحسبا، لو يعني انا بقول لو مثلا حصل نتيجه كويسه من البدايه يقدر يدي برضو فرصة لحد يشارك عشان برضو ياخد إحساس الملعب مع الفرق الجديدة بالنسبة له، إنما عشان يبتدي بالناس دي طبعا صعب. أوكي. لسه ما قروش فكره، لسه برضو ما فيش انسجام مع هو القدر. خلي بالك هو أنا القدر عكس طبعا. أنا عكسك في الرأي. أنت عايز يدخلهم على طول. خلاص الناس دخلت الفرقة وأصبحوا لاعبين في النادي الأهلي، وبالتالي هو طبعا في الآخر يختار ما يراه مناسبا للفرقة، هو أدرى مني ومن حضرتك طبعا، لأن هو اللي شايف الناس قدامه. انت عارف الفكره في ايه؟ الفكره برضو ان لما بتجيب لعيبه من بره طبعا لازم يكونوا على مستوى عالي، وده طبعًا الاكيد طبعًا. انهم على مستوى عالي، انك كيفيه تقديم اللعيب طبعا يعني دي برضو بتفرق. مباراه اصلها صعبه، أوي. مباراه حماسيه برضو، ممكن وجهه نظر يعني هي نظر. هي مدارس اسلام في الموضوع ده، مدارس ده صح وده صح، ده صح وده صح. فهو الاختيار زي ما بتقول انت، يعني لا انا ولا انت. انا اتذكر الكابتن حسام البدري لما كان مدير فني، اما كان يجيب صفقه كان بيقعد 3 4 5 ماتشات ما يلعبوش، بالظبط. فكانت الناس بتقول له طب انت ما بتلعبهمش ليه؟ موسيماني العكس، لما بيجيب صفقه بيلعبها. جوزيه ايامكم بقى كان بيعمل ايه؟ كان كده برضو، كان برضو يقعد 90%. يبقى زي ما بقول لك، هي مدارس، هي كل واحد ومدرسته. هي مدارس، وهو طبعا له الحق الاصيل في كده، وهو شايف كمان، لان ممكن برضو في بعض اللعيبه فيهم مش جاهز بدنيا مثلا، لان انت عارف برضو يا فترات الانتقال لما اللعيب بينوي ان هو خلاص رايح فرقه تانية، بتلاقيه برضو ايه رايح شويه في فرقته. ممكن ما يكونش بيلعب مثلا في فرقته، ممكن رايح او مشغوله بالتعاقد، هروح هنا ولا هروح هنا. فدي برضو بتاثر، فلازم ياخد وقته الكافي. ده رايي طبعا الشخصي يعني. طيب الناحيه الهجوميه للنادي المصري، اكثر ما تميز النادي المصري هي جريندو والياس الجلاسي ومروان حمدي، وايضا ساعات محمد عنتر لما بيبقى موجود بيعمل شغل كويس جدا. فبالتالي مجموعه هجوميه جيده، ومن وراهم اثنين في وسط الملعب جيدين جدا، وبالتالي هي فرقه جيده النادي المصري. الاخطر واحد فيهم زي ما بقول لك اسلام الجلاسي، لان هو اللي بيلعب بلاي ميكر ومفتاح لعب الفرقه كلها. يعني انا بشوف ان في اغلب الاوقات لما الدنيا بتقفل دايما بيبصوا له الكوره، عشان هو اللي عنده الحلول. بيرقص بسرعته، ونادر ان يعني انك تلاقي لعيب بيرقص بسرعته وبيعدي، بيجيد التمريرات، بيسدد من بعيد، بياخد الكره ويروح كمان بيكمل في الحته دي. فهو طبيعه لعبه مميزه الحقيقه. فاعتقد ان الراجل ده لو اتحط العين عليه من على حسب الطريقه اللي طبعا كولر هيلعب بيها، سواء يقرب منه لعيب دايما يبقى ملازمه، لان في بعض المدارس برضو تقول لك ايه، انا شيل حركه المفتاح اللعب ده خلاص اللعيبه وقفت، او بيبقى في واجبات للزون، يعني لو راح في حته يبقى حد دايما قريب منه عشان ما يلبش بالكوره او يلعب. كذلك برضو مطالب الديفنس عندنا ياخد باله من التمريرات، لان هو تمريراته الحقيقه كويسه، وشفنا اكتر من هدف. كمان هو يجيد الحته دي، وعنده لعيبه بتجري كتير وسرعات قدام، فالحتتين دول لو النادي الاهلي عرف يسيطر عليهم اعتقد ان باذن الله الماتش هيبقى سهل يعني. عموما ان شاء الله تبقى مباراه جيده، وان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه الصعبه، واللي كل الحقيقه جمهور النادي الاهلي ينتظر ان يرى اداء جيدا. النتيجه دي دايما بتبقى بتاعت ربنا طبعا، لكن في النهايه هي مباراه صعبه، مباراه لها حساباتها الخاصه. دايما في مثل هذه المباريات الحسابات بتبقى مختلفه كابتن. يعني طبعا كابتن حسام معروف طريقته، معروف اسلوبه، صحيح. من الناحيه التكتيكيه طبعا مدرب كبير وكل حاجه، ولكن ايضا على الجانب الحماسي بيدي حماسه كبيره جدا جدا للاعبين. دي مميزاته، دي اكتر حاجه، لان انت عارف اللعيب برضو الشرقي او المصري بالتحديد العامل النفسي بيفرق معاه قوي. يعني عمليه الدافع والحماس والتاهيل النفسي ده، يعني في الكوره احنا عارفينها بتفرق معايا اللعيب، غير ان انت تبقى نازل يعني قلقان او مش واثق في نفسك او خايف، لا. فهو حسام بيدي الثقه للعيبه بتاعته، بيبقى وراهم، بيحفزهم دايما حتى اثناء المباراه مش قبل الماتش. يعني هو كمان من المدربين اللي على طول بيحمس اللعيبه في حتى في الماتش على الخط، على طول بيتحرك ما يعني في بعض المدربين بتلاقيه هادي ما بيطلعش بقى لما حس في خلل معين. هي مدارس، هو من النوع اللي كل كره بيتكلم فيها وبيحمس اللعيبه ومعاهم على الخط،
يعني هو ناقص حسام انه يلبس وينزل يلعب. انت في يعني انا في بعض الماتشات بس خس شويه تخيل اسلام في بعض الماتشات بتبقى الحكم الرابع عليه عبء كبير قوي لما بيبقى حسام موجود في انه ممكن يخرج بره المنطقه هو مش حاسس كتير مش حاسس هو بيمشي مع الكوره من كتر اندماجه وتركيزه مع لعيبته وتركيزه في الملعب فزي ما بقول لك انا مش عايز لعيبه النادي الاهلي تبقى اقل حماس من لعيبه المصري في مباراه لان طموحات النادي الاهلي مهما كان طموحات المصري فطموحات النادي الاهلي اكبر الفتره وشفناها الفتره الاخيره الفتره اللي فاتت لعيبه النادي الاهلي الحقيقه تؤدي للناحيه الفنيه بشكل جيد جدا ولكن اللي كان دايما الجمهور بينده بيه هو روح الفانيله الحمراء اعتقد بقى لنا مباراتين ثلاثه الحمد لله والشكر لله الامور اللعيبه كلها مركزه الحمد لله وكله بيموت نفسه في الملعب محتاجين منهم المزيد وانا متاكد ان بكره ان شاء الله برضو الجماهير بتاعتنا الوفيه الجامده هتبقى موجوده وهتحمس واحنا بنتكلم انا جالي مثلا خمسه سته مسجز من صحابي بيقولوا لي مبروك الدوري والله خمسه سته من صحابي منهم اربعه او خمسه ما بيشجعوش الاهلي واللي بيشجع الاهلي ده بيثبتوك يعني اللي بيشجعوك بيثبتوك بالظبط كده اللي هو حاله الطمانينه اللي عايز بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقولها للجمهور او يوصلها للجمهور وللاعبين ما ينفعش ان احنا ناخد الكلام ده ون لا احنا كلاعيبه او كجمهور طبعًا يعني طبعا المفروض لعيب النادي الاهلي بيلغي اللي فات على طول بيعتبر نفسه ان دي مباراه مصيريه بالنسبه له يعني بيعتبر ان المباراه دي نهايه الدوري هي اللي متوقف عليها البطوله وده لازم كلام يتقال لان مكسب بيجيب مكسب ثقه بتجيب ثقه فلازم ان هو يحط في دماغه مش انا كسبان وخلاص ماشي اول وفي فرق نقاط وفي كذا كذا تعمل نوع من انواع الاسترخاء شويه لا لازم يتنبه على لعيبه وهم طبعا لعيبه كبار وعندهم خبرات وحسوا بقى بزعل الجمهور في بعض الاحيان وبرغم زعل الجمهور وكان مساند جدا جدا وشوف بقى لما كسبوا الجمهور كان فرحان ازاي والفرحه اللي كانت على الجمهور والفرحه بقى كمان بتاعه اللعيبه ان انا رجعت لي الثقه في نفسي وشفنا المباريات الاخيره وديانج الاجوان اللي جابها والسوليه لما بيحرزها هدفين وقفشه يعني الثقه رجعت انت ما عندكش حجه دلوقتي انت عندك الثقه وعندك المكسب وعندك الطموح وعندك الناس كلها واقفه في ظهرك وكل الناس واقفه في ظهرك وقربت كمان من التارجت بتاعنا زي بقول بقى انا بعيد وزيد اللي هو بتاع كاس العالم للانديه فانت حط الكلام ده كله في دماغك مفيش فرقه هتقف قدامك لعيبه على اعلى مستوى اكبر جمهور بيشجعك حقيقي. دعم كبير جدا من الاداره حقيقي. مدرب واجهزه على اعلى مستوى كل حاجه متوفره لائحه كويسه عقود كويسه انت عايز ايه يعني انت فاهم ازاي الدور بقى عليك لان انت اللي بتترجم الكلام ده كله بتترجم تعب الاداره معاك بتترجم تعب المدرب معاك بتترجم تعب الجمهور والمشوار اللي هياخدوه بكره ويروحوا يتفرجوا على المباراه كل ده انت بتترجمه كلعيب فما تبوظش النجاحات اللي حواليك انت زود واكد النجاح ده وكل ما بتسهل على نفسك وبتبعد هتسهل على نفسك كمان الدور الثاني لو رجعت أيوة هيبقى أيوة. في ماتشات مضغوطه وبتاجل لك ماتشات او كذا او كذا او كذا طبعا فانت ما تحطش نفسك بقى في مرحله الاجهاد ثاني انت خلص من بدري افرق من بدري وركز وان شاء الله خير يعني برضه يا كابتن ما هو عشان الناس بس ما تفهمش ان الفرق ده لا الدوري ما بيخلصش غير مع اخر حاجه لما طبعا. يبقى الفرق يخلي النادي الاهلي هو اللي ما يخليش حد ورا النادي الاهلي بالظبط ان الفتره اللي تبقى فاضله ما تجيبش الفرق دي حتى صحيح. لو حصل خساره صحيح وبعدين الدنيا علمتنا والكره علمتنا وهم اتعلموا كل حاجه ماتشين خساره بستة بونت هم انت فاهم ازاي؟ ومفيش حاجه غريبه في الكوره كل شيء مش حاجه غريبه في الكوره فكل الكلام ده المفروض اللعيبه عندها من الخبرات وعندها من الوعي انها وعندها من التجارب ودي الاهم والتجارب القريبه ان لا مفيش استهانه مفيش حاجه اسمها انا فارق مفيش كلام من ده الماتش بثلاثه بونت ماتش بثلاثه بونت صحيح المصري بثلاثه بونت اسوان بثلاثه بونت كل الماتشات كده بس صح. احنا بيختلف المباريات في نوع الخصم اللي بيبقى ضدك وعنده ولو ان كل الفرق بتيجي قدام نادي بتبقى عنيده بالظبط كده بتبقى عنيده الماتشات كلها بتبقى صعبه والماتشات كلها الحقيقه دوري السنه دي دوري جيد
نتمنى ان هو يفضل بهذا الشكل وان تظل العداله التحكيميه او صحيح. يبقى في دائما عداله تحكيميه في كل المباريات ودي الاهم. العداله التحكيميه دي مهمه جدا زي ما كنا لسه بنتكلم مع رضا. الموقف الواحد مع اي فرقه من اي هو حكم هو في أي حد. لازم يبقى هو هو. ومع ذلك انا وجهه نظري ان الفتره دي قد تكون نسبه التحكيم افضل سنه حتى الان. صحيح. معرفش صحيح. يعني ممكن تقل الفتره اللي جايه. محدش عارف. المفروض انها تزيد. تبقى كويسه. السنتين اللي فاتوا كانوا دائما انا وجهه نظري اسوأ سنين التحكيم في مصر. من البدايه للنهايه. من بدايتها لنهايتها. احنا فهم يستغلوا برضو الدفع ان هم كويسين وفي رضا الى حد ما عن حتى الان يا كابتن ما هو ممكن بكره يعني بس فاحنا بنقول ان استمروا على كده عشان برضو هنبقى في ظهركم بالظبط يعني احنا هنبقى في ظهركم برضو صحيح بس بشرط نحس بالعداله ايا كانت حتى يعني لو نتائجنا وحشه بس في عدل هنفضل في ظهره وده اللي بنقول على طول دايما يعني. اللي احنا بنقوله عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره انا بشكرك جدا يا كابتن حسين على وجودك معانا شكرا جزيلا شكرا انت منتشر اصلك اليومين دول في انا خايف بعد النادي تاني ولا يحصل حاجه دايما منور ودايما بنبقى سعداء بوجودك معانا ربنا يخليك شكر جدا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد حشيش هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير